يعني هل كل واحد لازم يرى رؤية؟ هذا أول سؤال. جواب؟ ليس بالضرورة. طيب، ليس بالضرورة، بمعنى أنه إذا أنا ما كنت أرى رؤية ولا أحلام، هذا لا يدل على مثلا نقص فيها. لا لا بالعكس، هذا ارتحت أها. ورحت. نعم، الرؤية قد يراها الإنسان ثم تحجب عنه، وقد لا يراها أصلا. لكن هو سؤال، هل كل الناس ترى الرؤية الصالحة؟ أها. لأنه الرؤية الصالحة هي المطلوبة. هل الرؤية الصالحة في الغالب لا يراها إلا الصالحون أو الصادقون؟ من يكون صادق لا يكذب، أو صالح. فالصالح يرى الرؤية الصالحة، والصادق يرى الرؤية الصادقة. قد يكون صادق وهو كافر، قد يكون صادق وهو من ناحية ليس أخرى شرط أن فاسق. يكون مسلم، قد يكرهه. نعم، ملك مصر رأى الرؤية وكان صادقا فصدقت رؤية. نعم. طيب، لكن موانع الرؤية الصالحة هي خصال الفطرة. من لم يتعهد خصال الفطرة منع الرؤية الصالحة. الصحابة رضي الله التي عنهم هي مر عليهم شهور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمنكم مرة رؤيا؟ يقول له لا. قال يا رسول الله ما عندنا نرى. قال تعودوا خصال الفطرة فإنها تمنع الرؤية الصالحة. الرؤية خصال الفطرة اللي هي قص الأظافر، نتف الإبط، تقليم قص الشارب، السواك، حلق العانة، هذه خصال الفطرة.